من مزامير معلمنا داود النبي بركته على جميعنا لأنه قام علي شهود زور وكذب الظلم لذاته قام علي شهود جور وعما لا أعلم سانوني جازوني عن الخير شرا صرين علي بأسنانهم هللويا ليتراءف الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مارمة البشير بركاته على جميعنا ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوا فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس الوالي حينئذ لما رأى يهوذا الذي سلمه إنه قد دينا ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا أن تبصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيا في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بأرمي النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أنت ملك اليهود فقال له يسوع أنت تقول وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب شيئا فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبوا ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا والمجد لله دائما